لأنك حبيبتي وحلمي اللي غاب، قلبي بيرفض يبطل عذاب، وكل اللي غايب تملي بينساه، ودايما يفكرني بيك الغياب، ودايما يفكرني بيك الغياب. كل ما بقدر يوم انساك برجع ادور واستناك، حابب تعبي لانه عشانك، رد يا بغل طلع عذاب، وكل اللي غايب تملي بينسى، ودايما يفكرني بيك الغياب، لانك حبيبي وحلم اللي غاب، قلبي بيرفض يبطل عذاب، وكل اللي غايب تملي بينسى، ودايما يفكر بيك الغياب. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور وعمري يفوت، تعبنا ولا مرة قلنا كفاية، ولا حتى يقدر يفرقنا موت، ولا حتى يقدر يفرقنا موت. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور عمري يفوت، تعبنا ولا مرة قلنا كفاية، ولا حتى يقدر يفرقنا موت. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور عمري يفوت، تعبنا بقدر يوم انساك، برجع ادور واستناك، حابب تعبي لانه عشان، راضي يا ابو قلبي انه معاك.
إبراهيم لازم تبص على الورق ده بسرعة. أنت مش سايباني في حالي لا هنا ولا في المكتب. ما أنت اللي نزلت امبارح بدري من غير ما تمضي ولا حاجة. طب ما تجيب من الآخر وتسألي أنا كنت فين؟ زينة قالت لي إحنا كنا مع طنط ليلى. لو كنت سألتيني ما كنتش هخبي عنك. وليلى هي اللي أخرتك بقى؟ بالعكس، زينة اللي فضلت شبطانة فيها مش عايزة أسيبها خالص. للدرجة دي حبيتها؟ الحمد لله لقيت حد تحبه وتصاحبه. بس يا ترى هتعمل ايه بقى لما ليلى تبقى ترجع الغردقة؟ والله ما انا عارف. لما مشينا رجعت زينة زي الأول، خص خالص، ما بتنطقش، ما بتتكلمش، سرحانة طول الوقت. وأول لما شافت ليلى سبحان الله كأن روحها ردت فيها. قول لي يا إبراهيم، هي ليلى ما قالتلكش تعرف مدحت منصور منين؟ إيه؟ وانت شعرفك انها تعرف مدحت منصور؟ مان عليهم لما تقابلوا في المكتب. يعني بتقول ان كان بينهم شغل زمان قوي يعني. بس الاهم من كده انها حذرتني منه. حذرتك ازاي يعني؟ قالت لي انه ما يهموش حد في الدنيا غير مصلحته بس. بس كده؟ يعني ايه بس كده؟ اصل لو اللي كان بينهم كان شغله وبس كانوا سلموا على بعض عادي وانت جوه في المكتب. عادي؟ امال هم عملوا ايه؟ ولا حاجه، بصوا لبعض وهما الاثنين ضربوا لخمه في الاخر، عملوا نفسهم ما يعرفوش بعض. عموما ملناش دعوه. ملناش دعوه ازاي بس يا ابراهيم؟ واحد بقى شريكك والتانيه بقت حاجه مهمه جدا في حياه زينه، يعني الاثنين بقوا في حياتنا. طيب نكمل كلامنا بعدين، انا لازم امشي. سلام. طالما حذرته من مدحت يبقى أكيد تعرفه، وأكيد مدحت مخبي حاجة. ألو، أخبارك إيه؟ تمام الحمد لله. يا ترى العربية ما عطلتش تاني؟ لا ما عطلتش. طب ما فيش أي حاجة تانية عطلت غير العربية؟ لا ما فيش حاجة. طب قولي لي اتحجج عشان أشوفك بإيه؟ بصراحة مش لاقية لك ولا حاجة. طب ما تيجي نتقابل من غير حاجة خالص بقى. أصل أنا بصراحة كان عندي كلام عايز أقوله. مش هينفع في التليفون. مش عارفة، أنا بخلص شغل كل يوم على الساعة 5 تقريبا. أوكي. أوكي. نبقى على التليفون. باي باي. الحمد لله على السلامة يا حبيبتي. ماما نامتش من امبارح. وأنا ما رضيتش أضغط عليكي. قلت استنى للنهاردة كده تكوني أحسن. حتى أحمد بكلمه ما بيردش. ومش هيرد بعد اللي عمله. ليه؟ وعمل إيه؟ عزة، اي حاجه هتقوليها هتفضل سر بينا، ما تخافيش. رجعت من ابو ظبي لقيته بيخوني. ايه؟ شفته بعناية. مع مين؟ مع الانسانه الوحيده اللي كنت فاكره انها صاحبتي. ناني؟ ما تقولش اسمها قدامي. طب ازاي؟ واضح ان هما بقالهم فتره مع بعض، وانا كنت العبيطه اللي مضحوك عليها. وطبعا لو ما كنتش رجعت بدري يوم عشان اعملها له مفاجاه كان زماني لحد النهارده مضحوك عليا. انا مش قادر اصدق. لا اصدق يا ادم، اصلا الدنيا دي ما بقاش فيها حاجه يتزعل عليها. عشان خاطري يا ادم اقعد معاه وخليه يطلقني من سكات. حصلت الطلاق؟ وبقالي
انت عايز تفضل مع بعض اللي عمله. اتأخرت ليه يا مدحت؟ اتأخرت عليا يا ماه. انت كلمتيني وقلت لي عايز اشوفك حالا، جيت على طول. ايوه انا مش من حقي ان انا اعمل كده ولا ايه؟ ارجوك يا ماه، انا عندي مشاكل كتير في البيت. عزه اتخانقت مع جوزها وجت قعدت معانا. البيت مشاكله ما بتخلص. طب ما هو ده بيتك برضه ولا نسيت؟ قولي لي ايه اللي خلاكي تطلبيني وتقولي لي عايز اشوفك على طول؟ في ايه؟ ليلى. قلت لك ما اعرفهاش. بس هي بقى قالت لابراهيم ان هي تعرفك. يا ترى مين فيكوا الكذاب؟ سكت ليه؟ ما تقول لي مين فيكوا الكذاب؟ قالت ايه كمان لابراهيم؟ اه انت عايز تعرف بقى تقول لي ايه وما تقوليش ايه، صح؟ مها خش في الموضوع على طول. ابدا، قالت له ان كان في شغل بينكوا وحذرته منك لما عرفت ان هو مشاركك. حذرته ازاي يعني؟ قالت له ياخد باله منك لان انت انسان ما بيحبش غير مصلحته وبس. مش هتقولي بقى ايه اللي ليلى خبيته عن ابراهيم؟ وانا اعرف منين وانا كنت معاهم؟ بص بقى يا مدحت، ما دام انت من الاول نكرت ان انت كنت تعرفها يبقى الموضوع ما كانش شغل وبس. انا انكرت لاني لو كنت قلت لك اني اعرفها كنت هتدوشيلي دماغي وتعملي حركات الستات بتاعتك دي. انا ما عملتهاش، بس ليلى بقى عملتها على ابراهيم. هي ابتدت استغلت ان زينة متعلقة بيها، وطبعا انت عارف ابراهيم ما عندوش اغلى من زينة. يعني ببساطة كده عرفت تضحك على عقولهم هما الاتنين، وما بيتهيأليش ان ابراهيم هيرفض لها اي طلب، هيسمع كلامها على طول. قصدك يعني انها توقع بيني وبين ابراهيم؟ جايز، بدليل ان هو لسه ما مضاش التشيك بتاعك لحد دلوقتي. انا ما كنتش عايز. يا عم دي بتقول انها شافتكم بعينيها؟ شافتنا في الصاله مش في اوضه النوم. يا سلام، مش هتفرق كتير، خصوصا ان هانم كانت بتعدل هدومها وبتحط روج وانت يعني. انا بقول لك انا ما كنتش عازه. امال انا كانت بتعمل ايه في البيت يا احمد؟ طبت عليا فجاه، كانت عايزه توقعني في الغلط وانا مسكت نفسي في اخر لحظه. ايه؟ مش مصدقني؟ المهم عايزه هي اللي تصدق. طب قول لي اعمل ايه؟ مش عارف. وبعدين حتى لما كنت عايز زي ما بتقول انت برضه غلطت. غلطت انك سمحت لواحده غريبه تدخل بيتك ومراتك مش موجوده. اكيد في حاجه بينك وبين ناني هي اللي شجعتها تدخل وعزه مسافره. عزه هي يا سلام. على طول حطاني رقم 1000 في حياتها. انا بتسال نفسي في الاخر هي اتجوزتني ليه؟ طب ما كانتش بتحبك، ولو ما كنتش رقم 1 في حياتها ما كانتش قدمت رجوعها يوم وجت بسرعه عشان تعمل لك مفاجاه وتفرحك. متاخر قوي يا ادم. متاخر قوي عقبال ما صحيت وفاقت وعرفت انها مقصره في حاجه. قصرت بس ما خانتش ولا فكرت انها تخون. وعموما هي طالبه الطلاق يا احمد. طلاق؟ امال لو كنت خنتها بجد كانت عملت ايه؟ ما في دماغها انك خنتها فعلا. ومع مين؟ مع عز صاحبتها كمان. يا ادم انا ما خنتهاش، وانت الوحيد اللي تقدر تقنعها بده. مش عارف بقى احمد والله، انا هقعد معاها تاني واحاول اقنعها انك تقعد تتكلم معاك يمكن توصلوا لحل غير موضوع الطلاق ده. ربنا يسهل بقى. لا يا مستر صادق، الحجز بتاع الجروب الالماني لسه واصلني من يومين. تمام، مع ذلك في خلال نص ساعه هاكد لك حجزهم في الاوتيل. طيب اوكي سلام. ايوه بتقولي مين؟ طيب خليه يتفضل. ازيك يا ليلى؟ صباح الخير. صباح النور. أنا كنت خايف ما ترضيش تقابليني عشان ما خدتش ميعاد. مش للدرجة دي. مكان ما اتغيرش كتير يعني. طول عمري عارفه ان البني ادمين بيتغيروا اكتر من الاماكن.
انت عارفه ان انا عايز اقابلك من ساعه ما شفتك عند ابراهيم. اكيد عرفت حاجه وجاي تسالني عليها. سمعت انك حذرتيه مني. ابراهيم هو اللي قالك كده؟ مش مهم مين اللي قال لي، بس اتمنى ان الكلام ده ما يكونش حقيقي، لان لو فعلا انت عملتي كده انا كمان هاذيكي زي ما انت عايزه تاذيني في شغلي. يعني انت جاي تهددني؟ ده مش تهديد، ده انذار. طيب وهتاذيني ازاي ان شاء الله؟ انا عرفت ان انت بقيتي عزيزه قوي عند حفيده ابراهيم وعند ابراهيم ذات نفسه. ما اظنش ان ابراهيم هينبسط لما يعرف ان اللي كان بينا ما كانش مجرد مشروع شغل ولا جواز، كان حاجه تانية انت عارفاها كويس. امشي اطلع بره. مش عارف ليه الستات بيقولوا دايما الكلمه دي بسهوله مع ان تمنها بيبقى غالي قوي. بس انا باكد لك اي كلام حقير هتقوله عني لابراهيم مستحيل يصدقك. ما كنتيش خفتي وتنرفزتي كده؟ اطلع بره احسن من دهلك الامن يرميك. على فكره انا ماشي، لاني خلاص قلت لك اللي انا عايزه وخوفتك ونرفزتك. احمد قال لي انه ما خانكيش. كذاب. انت ما شفتوش هو بيخونك؟ بس شفتهم في وضع ياكد لي ان هما كانوا بيخونوني. هو قال لي ان ضميره صحي في اخر لحظه وقرر انه ما يخونكيش. والله ما كانش ربنا بعتني ليه عشان يفضحه، وبرضه في اخر لحظه. انا مش هنحاسب الناس على حاجه ما شفناش بعينين. ما تحاولش تفهمني ان انت مصدقه. المهم انت اللي تصدقيه يا عز. انا مش مصدقاه ومش مسامحاه ومش طالبه منه حاجه غير انه يطلقني. طب فكري كويس. انا فكرت يا ادم وقررت ان انا لا يمكن اعيش معاه في بيت واحد ولا حتى هشتغل معاهم في شركه واحده. كده انتي بتخسري كل حاجه. بس بكسب كرامتي. طب بقول لك ايه؟ انا عايزك تهدي كده وتقابلي احمد وتسمعيه وتشوفي عايز يقول لك ايه. مش هقدر ابص في وشه يا ادم. ادم عشان خاطري خليه يطلعني من سكات. عشان خاطري يا ادم. حاضر يا عز، هبلغه رسالتك. مدحت خوفك بتهديده؟ ما كنتش تعرفي ان غلطتك معاه زمان ممكن تدفعي ثمنها دلوقتي؟ زينة حبيبتي تعالي يا روحي تعالي. صممت تيجي تشوفك. برافو عليك والله دي كانت وحشاني. يبقى تيجي معانا دلوقتي. فين؟ هي هتعزمك على الغدا وانا حاطه على الحساب. طالما كده ماشي اوكي انا جاهزه. يلا بينا. يلا يا حبيبتي. ادم ما قلتليش يعني عملت ايه مع عزة؟ مصممة على الطلاق. يعني ايه مصممة على الطلاق؟ اكيد حصلت مصيبة وانا مش عارفاها. أدم ريح قلبي وقول لي ايه اللي حصل. اكيد يا ماما عزه هتقولك على كل حاجه. انا مش فاهمه هي قالت لك تخبي عني ولا ايه الحكايه؟ ده سرها هي مش سر انا. صباح الخير يا ادم. صباح الخير يا ماما. صباح الخير يا مدحت. صباح الخير. عن اذنكم اتفضلي. ايه يا ادم مش المفروض تبقى على مكتبك دلوقتي؟ لا انا مش هروح الشغل النهارده. ليه؟ اصلا ما نمتش من امبارح. اكيد في مشكله كبيره خلتك صاحي طول الليل. أكيد عرفت إن نهى راحت لجميلة المطعم وفهمتها إنها مراتي. أي واحدة متجوزة هتعمل كده عشان تحافظ على جوازها. وطبعاً حضرتك اديت لها العنوان. اسمع يا آدم أنا أبوك ومش هقف أتفرج عليك وأنت بتضيع مني وتضيع من مراتك. وما فكرتش إن ممكن أضيع لو سبت جميلة؟ وبعدين بقى في الأوهام اللي أنت عايش فيها دي؟ بابا أنت بتحبني؟ يهمك مصلحتي؟ آدم يا حبيبي في إيه؟ مالك مرتبك كده؟ عشان اكتشفت إنك مش حاسس بيا. أنا أكتر واحد حاسس بيك وعارف إنك هتتعب شوية على ما تنسى جميلة. شوف يا ادم
كل حاجه في الدنيا بتتولد صغيره وبتكبر الا المصيبه، بتتولد كبيره وبتصغر وتدوب مع الايام. صح، يبقى لازم اعمل زي ما ايمان قالت لي بالظبط واختار بينهم. وانت لسه ما اخترتش؟ لا اخترت يا بابا، اخترت جميله. انت اكيد اتجننت وهتخسر كل حاجه. انا مستعد اخسر كل حاجه بس اكسب جميله. جميله مين دي اللي انت هتطلع مراتك عشانها؟ انا كنت فاكرك كبرت وبقيت حاسس بالمسؤوليه. انا حاسس بالمسؤوليه بس ناحيه جميله. جميله اللي اتحرمت من كل حاجه من وهي صغيره ومن كل الناس اللي بتحبهم، ما فضلهاش حد في الدنيا دي غيري. غيرك ايه وبتاع ايه؟ ونهى، نهى عندها ابوها وفلوسها وشغلها، واكيد هتلاقي واحد غيري تحبه ويحبها. ما تبررش الغلطه اللي انت ناوي تعملها. يا بابا انا هغلط فعلا لو اتجوزت نهى وانا بحب جميله، وساعتها بقى كنتهم هم الاثنين. ادم انا مش هسيبك تضيع مستقبلك بالسهوله دي. بابا انت ساعدتني كتير قوي وجايز اكون محتاج لك، بس انا متاكد اني محتاج جميله اكتر، ولو خيرتني ما بين مستقبلي وما بين جميله هختار جميله. شفت يا ادم؟ شفت اللي حصل؟ ابوك يا سيدي بيتهمني ان انا مقوياك على نهى وان انا مشجعاك تسيبها علشان خاطر جميله. ما تخافيش يا ماما، انا فاهمه انه مالكيش علاقه باللي حصل. انا ما يهمنيش كل ده دلوقتي. ادم انا كان حلم حياتي فعلا لما الاقي جميله ان اتجوزكوا فعلا لبعض. بس بعد ما كتبت كتابك على نهى اتأكدت ان الحلم ده عمره ما هيتحقق ابدا. ولما رجعت لي جميله افتكرت انها رجعت لي انا لوحدي. اتاريها رجعت لك انت كمان من غير ما تقصد. انا عارفه كلامي دلوقتي مضايقك قد ايه وقد ايه انت بتتعذب من جواك، بس انا فهمت ابوك ان هو السبب، هو اللي عمل فيك كده، هو اللي خلاك تتجوز واحده انت ما بتحبهاش عشان مصلحته هو مع ابوها مش مصلحتك انت. أدم أنا جايلك دلوقتي عشان حاجة مهمة أهم من كل ده. بنات الناس يا ابني مش لعبة، وصدقني اللي هتعمله النهاردة مع نهى ممكن يتعمل مع أي واحدة من إخواتك. اسمعني كويس، أديك شايف عزة ومشاكلها مع جوزها ومن قبلها مشاكل إيمان. معقولة يا ماما جاية تنصحيني أبعد عن جميلة وأنت عارفة إن ما فضلهاش حد في الدنيا دي غير أنا وأنت بس؟ غصب عني يا ابني، صدقني غصب عني. غصب عنا كلنا. أنا عارف يا ماما إنك أكيد تعبانة ومحتارة ومش عارفة تاخدي قرار، بس ادعي لي ربنا يقويني وأقدر آخد القرار الصح. يا رب ايه يا عم؟ انا هتحال عليك عشان تيجي الشغل؟ قلت لك يا عم كنت تعبان ومش قادر انزل. طب في ورق مهم ومدحت بيه مش عايز يمشي غير بامضتك. هتلاقيه قاصد يعمل كده عشان ينزلني الشغل بالعافيه. الله، ده في حوارات بقى بتحصل من ورايا. صباح الخير. صباح النور. تعالي شوفي جوزك مش عايز يمضي الورق، مدحت بيه هيفيدني بسببه. طيب اروح انا الحمام. بتردوا عليا ليه في التليفون؟ عشان عارف ان الكلام اللي عايزه تقوليه مش هينفع في التليفون. يعني نتكلم على طول بقى. ايه اللي خلاكي تروحي لجميله؟ جميله مين؟ انت عارفه مين جميله يا نهى؟ كان نفسي اعرف منك انت يا ادم. مش هتفرق. يعني اللي باباك قاله لي حقيقي؟ هو
واحدة لعبت عليك وعرفت تخطفك مني صح؟ جميلة لا لعبت ولا خطفت. أنا أعرف جميلة من وإحنا صغيرين ومتربين مع بعض، والظروف هي اللي فرقتنا، وفجأة ظهر التاني. لا ما رجعتش فجأة. رجعت بعد ما كنت اتجوزتني. والمفروض بقى لما هي ترجع حضرتك تقدر بيا أنا؟ أنا بحترمك وبعزك يا نوحة كويس جدا، أنت عمرك في حياتك ما أذيتيني في حاجة، وأنا كمان مش هسمح لنفسي أني أذيكي. أمال اللي أنت بتعمله ده اسمه إيه لو ما كانش أذية؟ أنا عارف إن مالكيش ذنب، وفي نفس الوقت مش عايز نتجوز وبعد كده يحصل بينا مشاكل وبرضه نسيب بعض في بس النهاية. بس ما تكملش. أوعى تكون فاكرني جاية أتحايل عليك ولا حاجة. أنا مش جاية أتحايل عليك تسيبها وتفضل معايا. أنا لو كنت أعرف إن في حد في حياتك ما كنتش اتجوزتك. ولا كنت حبيتك من أساسه. وفي حاجة تانية أنت لازم تفهمها كويس قوي يا آدم، إن أنا كرامتي أغلى منك بكتير، وإن مش ممكن هفرط في كرامتي عشانك. أنا ما قصدتش أجرح كرامتك، وكويس قوي إن إحنا لسه على البر. على البر؟ بر إيه يا آدم؟ احنا مش على البر، وانت عارف كويس قوي ان احنا مش على البر. يا ريت اللي بيننا كان مجرد قسيمه جواز، كنت انا اللي هقولك قطعها، ما كنتش اضطريت اجي على نفسي قوي كده واجي لك لحد هنا. بس نصيبي بقى، نصيبي اللي خلاني اتجوزك قبل ما ترجع تقابل حبك القديم، نصيبي اللي خلانا نغلط، نغلط انا وانت، نغلط غلطة ما تتصلحش. حتى لو احنا الاتنين سيبنا بعض برضه مش هتتصلح. ماما قالت لي انك عايزني. عايز ادم وصل رسالتك، كان لازم نتكلم مع بعض. عايز مفيش كلام بيني وبينك بعد اللي شفته بعيني. عايز انت مشفتيش حاجه. ايه لسه هتكدب وتقول انك ما خنتنيش؟ لا يا عز ما خنتكيش. امال كانت عندك في البيت بتعمل ايه؟ حاولت توقعني في الغلط بس ما قدرتش. حتى لو لغيت عقلي وصدقت اللي انت بتقوله ده برضه خلاص مش هينفع نكمل مع بعض. اصل انا متاكده ان هي مقضيها معاك من بدري، مش بس وانا مسافره. من امتى بقى وازاي وليه؟ خلاص ما بقتش عايز اعرف. كل اللي انا شايفاه قدامي حاجه واحده، ان جوزي خاني مع واحده كنت فاكره انها صاحبتي الوحيده. ما سالتيش نفسك ليه؟ ما فكرتيش مره واحده ليه ده كله حصل؟ عارفه ليه؟ من ساعه ما اتجوزنا ما بتعمليش غير حاجه واحده وبس، انا ونفسي وشغلي. انا فين؟ اتحرق. كنت عارفه ان انت جاي النهارده عشان تطلعني ان انا اللي غلطان، بس على فكره خلاص مش فارقه كتير، كده كده احنا لازم نتطلق. أنا سمعت كل حاجة يا عز، بس المشكلة وليها حل.
خلاص بقى. ما قدرتيش تقولي لأحمد أو لأي حد من أهلك إنك حامل. أيوة مصممة على الطلاق، لكن في نفس الوقت مش عارفة تعملي إيه في البيبي اللي في بطنك بعد ما تتطلقي من أبوه. خايفة تقولي إنك حامل الكل يرفض طلاقك، وبرضه خايفة تضعفي قدام نفسك وترجعي له. مش عايز أحمد يرجع لك مخصوص عشان البيبي، أصعب امتحان في حياتك وأصعب حاجة فيه إن مفيش حد غيرك عارف سرك. حبستك دي؟ مش عارفة. بابا كل شوية يسألني جميلة هترجع الشغل امتى؟ كنت عارفة انه مش هيفكر غير في الشغل. حسام هو كمان بيسألني عليكي، حكيت له حكايتك مع آدم وعرف انكم بتحبوا بعض من صغركم. كويس انك عملتي كده. مش كويس قوي. قصدك ايه؟ لسه برضه مش قادر ينساكي، خصوصا بعد ما عرف ان ادم متجوز نوها. عنده امل تحبيه زي ما بيحبك، او على الاقل تتجوزيه وبعدين تحبيه. وفاء، هو انا عمري كدبت عليكي قبل كده؟ لا، مش عشان سبت ادم يبقى هتجوز حسام. مش بس عشان عارفه انك بتحبي حسام، عشان انا مش هقدر احب، مش هقدر احب اي حد اصلا. انت بتقولي كده عشان انت مصدومه في ادم دلوقتي. انا مش مصدومه في ادم، انا زعلانه من الدنيا اللي كنت فاكراها هتصالحني بيه. المشكله اني مش هقدر احب اي حد غير ادم، وهو طلع مش من حقي. هتقعدي في القاهرة 5 أيام وكنت حاطط إيدي على قلبي ليخلصوا بسرعة. تيجي دلوقتي تقولي لي هتسافري بكرة. ليه؟ إيه اللي حصل؟ غصب عني والله يا إبراهيم، عندي مشاكل كتير في الغردقة. على فكرة النهاردة كنت عند الدكتور رمزي اللي بيعالج زينة. وقال لك إيه؟ استغرب إزاي اتحسنت بسرعة. ولما حكيت له كل اللي حصل من ساعة ما شفناكي بقى حيموت عايز يقابلك عشان يكتبك بعد كده في كل روشتاته. وحشني ابتسامتك الحلوه دي. قلتي لي هترجعي امتى؟ مش عارفه. ما انت لو اتاخرتي هطب عليك انا وزينه هناك. للدرجه دي هوحشكم؟ واضح ان انا مش عارف اصبر لغايه ما ترجعي علشان اقول لك كلمتين من قلبي لقلبك، واكيد انت عارفاهم من غير ما اقولهم لك. وهعرفهم انا منين؟ يظهر ان مش بس زينه اللي اتحسنت من ساعه ما شافتك، انا كمان اتغيرت خالص. يا ليلى انا بتحجج بزينة علشان اشوفك، وانا كنت فاكر دايما ان مراتي الله يرحمها هتبقى اول واخر ست في حياتي. انا مش عارف حصل لي ايه، لكن جه اليوم اللي اقول لك فيه ان احنا الاثنين محتاجين لبعض، وزينة كمان محتاجانا احنا الاثنين مع بعض. الكلام ده لسه بدري عليه يا ابراهيم. انا كمان كنت فاكر كده،
لغايه ما جيت انت وخطفتيني بسرعه ولخبطتي لي كل حساباتي. ما انت كمان لخبطتي لي حياتي. بس برضو لسه بدري. ليلى احنا مش هنعيش اكتر من اللي عشناها. عشان كده لازم نعيش صح. انا رايي نستنى الاجازه اللي جايه. ازيك يا عزة؟ عملت ايه مع احمد؟ هو ادم قال لك؟ طبعا لازم يقول لي. انا برضو ابوكي، مش معقول اقف اتفرج عليكي وانت بتطلعي من جوزك. ما عنديش حل تاني. انت عارفه يا عزة يعني ايه تتطلقي بعد سنه واحده جواز؟ هو اللي خاني واحنا ما كملناش سنه جواز. ما خانكيش ولا حاجه، هو غلط بس برضه لازم تسامحيه. معلش يا بابي، انا عارفه ان انت ما صدقت اتجوزتني وارتحت من مسؤوليتي وما كنتش فاكر ان انا هرجع لك بعد كام شهر. بس لو بجد بتحبني سيبني اتطلق من احمد، انا عندي اموت وما ارجعلوش تاني.